دار الشؤون البلدية والبلديات جميعا. طبعا لدينا مشاريع، وهذه المشاريع نريد ان نعرضها، منها مشاريع تصميمية ومنها مشاريع ايضا تنموية، وسواء كانت في المدن وتخطيط المدن او ايضا مباني تخص منشآت حكومية. الفكرة اللي نريد نوصلها ان هذه المشاريع طبعا مرتبطة بالبيئة ومرتبطة بالتنمية المستدامة، وهذه البنية التحتية التي نعرضها الآن ستساعد المستثمرين والمطورين في المستقبل على أساس أنهم يبنون توقعاتهم ومشاريعهم على هذا الأساس. انطباعات يعني المشاركة في المعرض، تم تشكيل طبعا الفرق العمل اللي خاصة في الدوائر الثلاثة اللي هي بلدية العين وبلدية أبو ظبي وبلدية المنطقة الغربية للعمل كفريق واحد ضمن وتحت مظلة رعاية دائرة الشؤون البلدية. المشاركة هذه حقيقة تم الإعداد لها قبل فترة بتوجيهات معالي رئيس الدائرة، بتوجيهات مدير عام بلدية أبو ظبي، وبتعليمات من سعادة المدير التنفيذي المهندس سالم سلطان المعمري المدير العام لقطاع خدمات البلدية. وتم التنسيق العمل كفرق عمل تابعة للبلديات بشكل راقي وبشكل متعاون. استفدنا حقيقة من المشاركة هذه أن تم التعارف على أعضاء فرق العمل المشاركة من البلديات، تم التعاون في عملية التنسيق والتعاون مع الزوار المعرض، تم إعطاء فكرة وتم إعطاء طابع خاص لدائرة شؤون البلدية والبلديات اللي تابعة لها. تم طرح عدة مبادرات وعدة مشاريع خاصة في كل دائرة. من هذه المبادرات اللي هي طرح البرامج الإلكترونية الخاصة في إدارة الأراضي، في عندنا أدلة إلكترونية وأدلة مطبوعة بشكل مانيوال تم توزيعها في المعرض خاصة في الجمهور، تعرفهم على الإجراءات المتبعة الخاصة في الأراضي وأي شيء يتعامل مع الأراضي. الشغلة الثالثة، في عندنا مبادرات استراتيجية خاصة في الكاستمر سيرفيس ضمن نظام عام اللي هو إدارة خدمة العملاء CRM. هذه المبادرات تم تنسيقها مع الدوائر الثلاثة لتحقيق أعلى نسبة رضا للمتعاملين والجمهور. التنسيق كان مع أخواننا الفرق العمل اللي خاصة في البلديات الثلاثة، كان تنسيق جدا ممتاز وراقي ومشت الحمد لله. نتمنى أن نوصل للأهداف اللي احنا طمحنا لها. مشاركة بلدية العين في معرض سيتي سكيب انطلقت تحت مظلة دائرة الشؤون البلدية، وهذا انأكد على شيء، فهو يؤكد على العمل في روح الفريق الواحد بين البلديات الثلاث، بلدية أبوظبي، بلدية العين وبلدية المنطقة الغربية. والاستفادة من المشاركة هو تبادل الخبرات بين البلديات، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع. من ضمن الخطط الموضوعة لبلدية المنطقة الغربية ضمن الخطط الاستراتيجية الخمسية تطوير البنى التحتية في المنطقة الغربية، وذلك بالتعاون مع مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني، هيئة السياحة، كذلك مجلس تنمية المنطقة الغربية لمعرفة المشاريع المستقبلية في مدن المنطقة الغربية الست أو أي جزء في المنطقة الغربية، والعمل على وضع آلية والتنسيق مع هذه الجهات الأربع لعمل وإيجاد بنية تحتية تتناسب المشاريع المستقبلية المزمع إنشائها أو وجودها في المنطقة الغربية.